التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل بحضور السيد نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا دويتش بان والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك والسيد اللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا دويتش بان لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود الوزاره بهدف بلوره التعاقد بين الهيئه القوميه للانفاق والشركه الالمانيه لاداره وتشغيل شبكه القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاث والبالغ طولها 2000 كيلومتر وذلك بالشراكه مع القطاع الخاص ممثلا في شركه السويدي الكتريك من جانبه عبر رئيس الشركه الالمانيه دويتش بان عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس متطلعا للتعاون مع وزاره النقل في اداره وتشغيل منظومه القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاث موضحا ان الشركه الالمانيه ايضا ستقوم بتاهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين. مشيدا بحجم الانجازات التنمويه التي شهدتها الدوله المصريه خلال السنوات الاخيره بقياده السيد الرئيس وقد اكد السيد الرئيس على التقدير المصري للخبره الالمانيه في مجال نظم الاداره والتشغيل والتي تتسم بالحوكمه الدقيقه حيث وجه سيادته بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركه الالمانيه كما وجه سيادته بالتركيز على الجانب التاهيلي للكوادر البشريه الفنيه وذلك بنقل ثقافه العمل الالمانيه التي تتسم بالدقه والانضباط الشديد وجوده الانتاج وذلك بهدف صياغه وصقل شخصيه الكوادر البشريه الفنيه المصريه واوضح المتحدث الرسمي ان الشركه الالمانيه دويتش بان تعد الاكبر في مجال شركات اداره وتشغيل خطوط القطارات في اوروبا، ومن ضمن الشركات الكبرى المماثله على مستوى العالم، ويتبعها اكثر من 500 شركه فرعيه في مجالات السكك الحديديه ونقل البضائع واداره البنيه التحتيه ذات الصله بالقطارات الكهربائيه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل. اللقاء تناول متابعه مشروعات وانشطه وزاره النقل على مستوى الجمهوريه حيث استعرض السيد الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع عمليه التطوير الجاريه لمنظومه الموانئ على مستوى الجمهوريه. خاصه ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الاسكندريه الكبير والذي يضم ميناء الدخيله وميناء المكس الاوسط بالاضافه الى ميناء الاسكندريه الرئيسي وما يتعلق بساحات البضائع العامه والبوابات وساحات الحاويات والمنظومه اللوجستيه الخاصه بالميناء والارصفه البحريه وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالاستغلال الامثل لكافه المساحات بميناء الاسكندريه لصالح منشات الميناء ودراسه الاستعانه بالخبرات العالميه في الاداره والتشغيل وذلك لتطوير الاداء وتعظيم الناتج لصالح عمليه التنميه الشامله في مصر واوضح المتحدث الرسمي ان السيد وزير النقل استعرض ايضا عمليه استكمال وتطوير ميناء السخنه وانشاء المناطق اللوجستيه بالميناء والساحات الجديده. كما استعرض السيد الوزير اعمال تطوير ميناء دمياط خاصه ما يتعلق بحواجز الامواج والممر الملاحي والتكريك. كما استعرض السيد الفريق كامل الوزير ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمحاور الجديده الاضافيه الجاري انشاؤها على النيل خاصه ما يتعلق بمحاور بديل خزان اسوان وديروت واطنه وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على الالتزام بالجداول الزمنيه للانتهاء على وجه السرعه من انشاء تلك المحاور لما لها من مردود حيوي كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل وأشار المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي تمت إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعي في مصر خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف والمونورال والقطار الكهربائي السريع وأعمال المحطات والأعمال الإنشائية والكباري العلوية على التقاطعات وخطوط السير لتلك وسائل النقل الحديثة التي من شانها ان تحدث نقله نوعيه في منظومه النقل العام في مصر حيث ستربط انحاء الجمهوريه ببعضها من خلال شبكه الموانئ والمطارات وهو ما يصب في خدمه عمليه التنميه المستهدفه في كافه المجالات في مصر